انتوا مدرسة ايه؟ انتوا مدرسة ايه؟ جايين هنا عشان احنا شفنا جايين احنا نرحب بهذا العمل الكبير عشان نسلم على الوزير عشان نحب المدرسة بتاعتنا ونحتفل وانت مبتدا وجينا هنا عشان احنا شرطه ايوه جايين ليه بقى جايين عشان نرحب بحزن عشان نترحب بالوزير بالاستاذ الوزير المحافظ استاذ المحافظ وجينا نقعد عشان احنا كمان شاطرين في المدرسه ايه رايكم في المركز الثقافي حلو قوي ويعني عايزين كل يوم نتشرف اللي فيه حاجه في بتطلبوا ايه تاني ايه اللي ناقصكم في المدرسه بالظبط على جايبين الناس من مكان تاني يصوروهم عايز اعرف جايبين دول ليه جايبين الناس اللي عم يحطوهم في قلب البتاعه دي يعلموهم الف ب جايبين الاطفال بتاعت المدارس يحطوها جوه البتاع بناء عن ايه انا جاهله ما بعرفش اكتب اسم ايه رايك بقى جايبهم ليه دول يعني العيال دي مش من هنا مش من هنا لا من هنا عايز اشوف دول من المدرسه من هنا ليهم مدرسه ودي عايز اخش نحن لا لا انا بسال عايز افهم بيضحكوا علينا ولا بيضحكوا علينا هو انت دلوقتي اديني الصوره بتاعه ما عايز الشهاده انا عايز الحقيقه هو لا هيوصلها للناس دول هو بص بيجرهم بص صور بيجرهم